قصتنا اليوم عن شاب حاول يدخل الجامعة بس فشل، فراح يدور وظيفة. حصل في وظيفة في مايكروسوفت كعامل نظافة، خلاص كل شيء، المقابلة صح وكل حاجة. يوم في آخر المقابلة قالوا له إيش الإيميل حقك؟ قال ما عندي إيميل. قال تبغى تشتغل في مايكروسوفت ولا عندك إيميل؟ ما نبغاك. تركهم وشاف في جيبه $10، اشترى فيها صندوق طماط وراح في حي راقي جالس يبيع الطماط، باعها $20. صار كل يوم يشتري ويبيع ويشتري ويبيع، صار عنده فلوس، اشترى له عربة صغيرة وصار يبيع عليها في الأحياء اللي جنبها، وبعدين صار عنده سيارة ونفس الشيء، اشترى له مزرعة صغيرة وصار ينتج ويبيع، صار ينوع خضار وفواكه، صار عنده فلوس، اشترى له مساحات كبيرة وصار عنده فروع ومحلات في كل محل. بعدين الرجال يعني عنده أحفاد، كبر في السن وحب يكتب وصية حقته. فجاء المحامي يكتب الوصية حقته، فقال كتبها، فقال أنا شوف أنا بعدل عليها وبعدين برسل لك إياها في الإيميل. قال لا أرسل لي إياها بالبريد العادي. قال له ليش؟ قال ما عندي إيميل. قال الحين أنت سويت الثروة كلها من غير إيميل، شلون لو عندك إيميل؟ طلع فيه وضحك، قال لو عندي إيميل كان الحين عامل نظافة في المايكروسوفت. المهم نكمل هذه الجولة البسيطة في سوق الخضار والخبر. صحيح ما في إلا 3 محلات بس، يعني إن شاء الله البلدية تشوف الشيء هذا وتسوي شيء، يعني تشجعهم يسوون أكثر من كذا. صراحة أنا رحت هناك وانصدمت، يعني كانت في عندنا كانت مليانة وكانت في مجموعة كبيرة تبيع خضار، الحين ما في إلا 3 محلات. فإن شاء الله البلدية تشوف هالشيء وتحفز المزارعين على أنهم يزرعون، ويمكن يجيبون صاحبنا هذا اللي مسوي عنده مزارع ويزرع لهم. المهم أترككم مع بقية الحلقة أو ويفتح فروع عندهم ويكبر لنا هالمكان الحلو. المكان الحلو هذا كان مبنى قديم جددوه عن طريق أرامكو، بس الحين يعني بصراحة يحتاج إعادة صيانة وإعادة إحياء للمنطقة. ونترككم مع بقية الفيديو.